تحت رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أقام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مساء أمس حفل إحياء ليلة القدر المباركة والحفل الختامي للدورة 28 من جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم، وذلك بحضور معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأعرب معاليه عن جزيل الشكر والتقدير والعرفان لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على تفضله برعاية الحفل، انطلاقا مما يوليه جلالته من حرص دائم على دعم ورعاية الفعاليات والأنشطة الإسلامية في مملكة البحرين وعلى رأسها البرامج والمسابقات القرآنية. وأكد معاليه أن هذه الرعاية هي الأساس لمشروعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبرامجه وفعالياته في مجال خدمة الدين والقيم والثوابت، ومنها خدمة القرآن الكريم ودعم مراكز تعليمه ورعاية قرائه وحفظته والاهتمام بالفعاليات المتعلقة به. وهنأ معاليه جميع الفائزين الذين حصدوا المراكز المتقدمة في مسابقات الدورة 28 من جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم، مباركا لهم ولذويهم وللمراكز القرآنية والجهات التي ينتسبون إليها ما حققوه من نجاح مشرف، سائلا الله لهم دوام التوفيق والسداد في مستقبلهم. كما عبر عن شكره لوزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية على شراكتهم وتعاونهم في تخصيص مسابقات خاصة مهمة ضمن مسابقات الجائزة تستهدف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل في مسابقة غفران، وطلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية في مسابقة بيان، وذوي الهمم في مسابقة أجران، معربا في الوقت نفسه عن شكره لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والأمانة العامة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على الجهود المخلصة والكبيرة في التنظيم والتنسيق والمتابعة لإنجاح الجائزة وإخراجها على الوجه الأمثل، مقدرا مساهمة مراكز تعليم القرآن الكريم ومشرفيها ومعلميها ومنتسبيها. هذا وتفضل معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتكريم الجهات المشاركة في جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم، وهي وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، وتكريم لجنة التحكيم، ثم منحت جوائز المسابقات السبع بفروعها المختلفة ل98 متسابقا من فئة الذكور حصدوا المراكز الأولى، كما منحت جائزة أسرة في ظلال القرآن إلى جانب الجوائز الفردية لثلاثة متسابقين حصدوا جائزتي أكبر متسابق وأصغر متسابق وجائزة مزمار داود، فيما حصدت جائزة بن فقيه القرآن الكريم اقرأ جائزة أفضل مسابقة قرآنية محلية، وحصل مركز الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على جائزة أفضل مركز قرآني للذكور. حقيقة من لم يعرف الماضي لا يعرف قيمة الحاضر. خلال حوالي 25 سنة نجد أن البحرين قد اتخذت موقفا متقدما بالنسبة لخدمة القرآن الكريم برعاية من جلالة الملك جزاه الله خير، حيث أصبحت هذه الجائزة الكبرى محط أنظار العالم كله، يشارك فيها هذه السنة أكثر من 4000 شخص، ولبفضل الله عز وجل نجد هذه النتائج التي يفخر بها المواطن ويفخر بها المسلم بالنسبة لهؤلاء الخريجين الذين يتعلمون القرآن، وتصنيف الجائزة أيضا إلى أصناف متعددة بحيث تشمل الكبار والصغار والمدارس وغيرها، هذا كله فضل من الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحفظ البحرين كما حفظت كتاب الله عز وجل. القرآن الكريم من أشرف العلوم، والله يحفظ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، ما قصر، واصل طريق والده. هذه الجائزة كانت من أيام الشيخ عيسى رحمة الله عليه،
والله يجعل هذا العمل كله في ميزان حسناتهم. يعني رحمة الله عليه الشيخ عيسى بن سلمان وحاليا جلالة الملك يعني مهتمين اهتمام كبير، وما زال جلالة الملك بالقرآن الكريم، والدليل أن قيام سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه قبل كم ليلة بتكريم هؤلاء الحفظة. والقرآن طبعا دستور للحياة، دستور حياتنا، وهذه الجائزة وضعت البحرين في المصاف الدولية، فكل يوم ولله الحمد نسمع أن هناك بحريني فاز بجائزة دولية خارج البحرين، وهذا إنما يدل على اهتمام هذه الدولة بالقرآن الكريم وبحفظة القرآن الكريم. طبعا جائزة البحرين الكبرى في دورته 28 رأينا فيها ما شاء الله نماذج جدا طيبة، وهذا يعني لا يكون إلا بإعداد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم التي تقوم عليها وزارة العدل والشؤون الإسلامية، ومثل هذه الجائزة هي تشجع طلبة التحفيظ وطلبة التجويد، وكذلك يعني كل حتى الصغار الناشئة تبرزهم هذه المسابقة ولله الحمد. فنشكر كل من يقوم عليها وخاصة جلالة الملك على رعاية هذه الجائزة. أحب أني أشكر جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه، على اهتمامهم ورعايتهم للقرآن وأهل القرآن، واهتمامهم بتنظيم هذه المسابقة المباركة. وهذه المسابقة تعني لنا الكثير، لنا وللأجيال القادمة.